اي انسان في اي امر سواء دنيا ولا دين قبل ما يتحرك يفرق يفكر جيد. التحقت بالتنظيم تقريبا في 2014، جيت عن طريق تركيا وتم ادخالي الاراضي الدوله الاسلاميه. تذكر اني دخلت وضعوني في مقر، بعدين عملنا معسكر، بعدين التحقنا بالرباط. ايوه نعم. وين قاتلت؟ والله في حمص. ايوه دخلت يمكن مرتين، المره الاولى عادي، الثانيه اصبت. شو كان اصابتك؟ شو فقد بصر. أيوة. وشلل في اليد تقريبا نصفي. يعني كان قذيفه جتكم ولا؟ والله بالضبط ما ادري، لانه سمعت انفجار في الليل، انفجار مباشره سقط في الارض. لما اصبت بقيت قلت لك في البيت، بقيت في الطبقه تقريبا 3 سنوات. بعدين حدث انسحاب الطبقه كذا، انسحبوا الدوله من الطبقه فمشينا الميادين. بعدين من الميادين مشينا للجزيره. فاخر شيء خرجنا على اساس ان نخرج لتركيا او ادلب اي مكان ما يكون فيه قصف وكذا. وجدنا في طريق الحواجز كذا سور ديمقراطيه فقطع علينا القبض. سجنت سنه وعندي يمكن ايام خرجت هون، لاني ما قدرت في السجن ما قدرت الناس يخدموني وكذا، كوني يعني عندي زوجه كذا هي تخدمني. يعني جينا ندافع من اجل الناس، فهذو الناس باعونا. هذا اللي نقول لك، احنا جبتنا نخوه ورجوله صح ولا لا؟ ما في واحد جبان ياتي الارض حرب. ايه فجينا نخوه وشجاعه، وينكم يا عرب وينكم يا مسلمين. فلما جينا هون بقينا فتره، اقل شيء لو سهلنا الخروج نخرجوا مصابين ولا كذا، فهمت؟ ايه حتى المصاب يعني ما حتى المصاب باعوه. خلي يا أطفال يقودون.